مدام فريدة بعد إذنك ثانية واحدة بس. ايه؟ في ايه؟ معلش أنا عشان الكاميرات بس. ده كادو عادي جالي، مجرد كادو. يا مدام فريدة الجهاز ده خطر جدا، ده محطوط على قائمة الممنوعات زيه زي المخدرات بالظبط. خطر قوائم ممنوعات؟ مش فاهم يعني ايه؟ واضح ان اللي جاب لك الهدية دي بيحبك جدا. مجرد كادو. مدام فريدة انا اسف، بس ممكن ما تنزليش بالجهاز ده المنتجع تاني؟ ده يعني لو مصممة ان انت تستخدميه. طيب يا خالد، متشكرة قوي. هاتوا لو سمحت. ميرسي يا خالد جدا، شكرا. اتفضل. مدام فريدة، أستاذ أكرم ودكتور أسامة بره وعايزين حضرتك. حاضر يا نسمة، حاضر، أنا جاي. معلش، عن إذنك. اقفلي الباب بس لو سمحتي. حاضر. بس أنا مش محتاجة طب نفسي. ده بيبقى إجراء وقائي، أنت لسه خارجة من غيبوبة وكمان لسه طالعة من حالة انتحار ومحاولة تكرارها، في خطر على حياتك. معلش يا دكتور يونس، أنا عارفة أنك تعبت نفسك وجيت لحد هنا، بس أنا جربت قبل كده الطب النفسي وما وصلتش منه النتيجة. أنا عارف يا مدام فريدة، وطبعاً بعد إذنك أنا تواصلت مع الدكتور وعرفت الحالة اللي انت كنت عليها معي. وما قالكش انتهت بإيه؟ بلاش. مش شايف أنا وصلت لإيه؟ لا طبعا شايف انت وصلت لإيه، لكن اللي أنا عايز أعرفه بجد انت وصلت لكده إزاي؟